باش ما نديروش المحاولات اللي هي انسان بائس. حنا الا كنقول شي حاجه كنقولها بالمعطيات، واللي بغى يشكك في هذا الشيء نقول بامانه شنو كيدوز في اللجان. تمنيت فعلا هذا الخطاب اللي جاو به بعض الاخوان من الاغلبيه ديال العام زين، الاغلبيه على ما يرام، هذاك الشيء اللي بغينا الله يتاوي يكون الخير، ولكن الحقيقه شيء اخر. الحقيقه شيء اخر. انا ما غنعاودش ندير قراءه في التدخلات هنا اللي انتقد واحد النواب من داخل الاغلبيه واعتبرها عندهم معاه مشاكل يعني بنيويه. ما غنتكلمش على شنو قاس مصطفى وانا حيكر وانا اؤكد ذلك واضيف اليه امور. ما غنتكلمش شنو كيوقع في اللجان من حقوق حنا حنا في المعارضه كنبقاو غير كنتفرجوا فيكم وما بغيناهاش لكم. كان شويه ديال التواضع والتقال لانه واحد العدد ديال المشاريع جا الوقت باش تفتتح اليوم، ولكن الاسس ديالها والتمويل ديالها والدراسات ديالها والانطلاق ديالها بدا هذه سنوات. كان ممكن تكلموا عن العداله المجاليه. السيد الرئيس انا باش نتكلموا واش كاينه عداله مجاليه ولا ما كايناش، عطينا غير جوج المعطيات. المعطى الاول اجي نديروا اتفاقيات كلهم اللي صادقنا عليهم صادقتوا عليهم كمجلس من هذه ثلاث سنين، نشوفوا الغلاف المالي ديالهم بحسب كل مقاطعه. مقاطعه غنعطشوا غادي نكتشفوا بانه كاينه مقاطعات محظوظه لاعتبارات خاصه. هذاك الشيء اللي قلتو ديال معالجة المياه العديمة، المشروع اللي بدا هذه سنوات قبل ما تجيو، اليوم شكون هي المقاطعة اللي كتسقى منو؟ مقاطعات معلومة. النقاط اللي كتجيكم من عند المقاطعات باش تدرجوها في جدول الأعمال، يستجاب للبعض ولا يستجاب للبعض، فين هي العدالة المجالية؟ ثانيا الموضوع تاع اللجنه الاجتماعيه والقضايا الاجتماعيه، للاسف غنكونوا مضطرين نصوتوا ضدها لانها الاعتبارات اللي قلتو هربتوا النقاش كاغلبيه وما كنتوش مضطرين ليه. الممتلكات، اسمحوا لي نتكلم معكم بوضوح. الممتلكات اليوم هذه ثلاث سنين بزز باش درنا ذاك الاجتماع باش نسمعوا ديك الدراسه، ولكن المناقشه ديالها اللي تم اتفاق باش تكون في اجتماع اخر ما بغيتوش ديروا اجتماع ثاني. تكلمتوا لينا على شي حاجه سميتها المخطط المديري لتسمي الممتلكات، ما بغيتوش تعطيونا حتى فكره عليه لحد الان، وفي كل دوره كتجيبوا لينا الهبره كما كيقول السي الحايه وكتبيعوها وكتراجعوا الاثمنه باتجاه الخفض ديالها لصالح من يستفيد. لذلك في غياب هذه الرؤيه عندنا الغموض، من حقنا نعلقوا عليها كيف ما بغينا. انه كاينه الانتقائيه في العمليه ديال التفويتات، كاينه الانتقائيه ما كاينش الشفافيه، ويمكن لنا نصدقوا ما يروج. شي راه قلنا في اللجنه دون نقصد شخصا معينا، اذا كان البعض كيقول لك بانه راه كاينين معروفين شكون اللي غيشريو هاد الفيلات ديال الزرقطوني، والحديث على شي اماراتي، ما يمكن لنا الا نصدقوا في غياب رؤيه واضحه. اعطيونا الحصيله ديال تنفيذ المقررات المتعلقه بالتفويتات، خليتوا على الرام ديال المقررات، اعطيونا شنو اللي تنفذ منها، اعطيونا علاش مقررات منها صادق عليها وتاشر عليها من عند السيد الوالي وما تنفذتش لحد الان، علاش؟ اعطيونا علاش ما بغيتوش تفعلوا اللجنه الموضوعات ديال المخاطر كيترأسها الحاج فهيم، ديال مآل المقررات ديال نزع الملكيه، علاش ما بغيتوش تفعلوها؟ كل واحد فيكم كيتهم الاخر داخل المكتب. باش نقول بانه اليوم هذا المجلس كيتاخذ مقررات اياه، ولكن كيغرق المدينه في الاعتداءات الماديه. كيغرقها. سيد الرئيس كتقولوا لنا كاين الازمه ديال الماء وكاين 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 الى اخره. المداخل تاع الدار البيضاء مشكور السيد واعي شي كيدير، ولكن نتوما كتمنعوا كتقتلوا حدائق برمتها بدعوى اقتصاد ديال الماء وما نديروش الماء ديال الماء الشرب الى اخره.
المداخل ديال الدار البيضاء كلها دارت بالغازو، وعارفين شحال كيستغل هذا الغازو ديال السقيان، وما كتسقاش من الأموم من الماء ديال المياه المعالجه، كتسقى من المياه الشرب. حاجه اخرى السيد الرئيس، العلاقه مع شركه المياه المحليه كثرتوا الهضره عليها، جبتوا لنا اتفاقيه اطار، ولكن اليوم اتفاقيه كتجيبوا لنا جدول العمل وكتغرقوا جدول الاعمال بها، اتفاقيه ما كتشبه اتفاقيه، من جهه ما كتحتكموش بداك الشيء اللي قلتوا لنا في اتفاقيه اطار، من جهه ثانيه ما كتعتمدوش التوصيات من جهه الحسابات، من جهه ثالثه المحامين اللي النهار الاول تعاقدتوا معاهم بطريقه مباشره وقلتوا لينا بانهم غادي يكون عندهم دور في الصياغه القانونيه ديال الاتفاقيات، ما عندهم حتى شي دور. لذلك سمحوا لي الحاجه الاخرى هي العرض اللي جا تتبع الحق ديال المجلس تتبع اش غادي اللي جا شركه المياه المحليه اللي جا تتبع ما كتنعقدش، ما كتنعقدش، همشتوا المعارضه في العضويه في هذه اللجان التتبع، ما كتعقدوش اللجان ديال التتبع، مزيان تسابقوا تاخذوا تستحوذوا وتغولوا في العضويه في لجان التتبع، ولكن عقدوها على الاقل ما كايناش. لذلك نرجع للممتلكات، قلت بانه في غياب وضوح في غياب وفي ظل الاصرار ديالكم انكم بغيتوش تناقشوا معنا الموضوع ديال تسمين الممتلكات، رغم انكم اعلنتوا على انكم متفقين ديروا يوم دراسي في الموضوع، كي من حقنا نتهموكم بالانتقائيه، يمكن من حقنا نتهموكم بغياب الشفافيه، من حقنا نتهموكم بانكم كتبيعوا مدينه الدار البيضاء بالتقسيط. سيدة الرئيسة، السياسة ديالكم تدبير الموارد البشرية، راه كاين بعض الأغلبية ديال لي بوست كلي في الهيكلة تاع الجماعة، ما غنتكلمش على السياسة اللي بدات من أجل إبعاد الكفاءات الحقيقية. اليوم أغلب المكلفين بمهام بعيدا على المسطرة ديال الانتقاء، وبعيدا عن التقشيره ديال السلطات المركزيه وزاره الداخليه.